بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي التلاميذ، يسرني أن أرحب بكم. أنا الأستاذ مخلوف منير، أستاذ علوم طبيعية على منصة دروسكم. أعزائي التلاميذ، هذه المرة جبنا لكم منتوج مهم جدا، اللي هو دورة سنوية من الدروس المسجلة لطيلة السنة دراسية كاملة. هذه الدورة تشتمل على دروس مفصلة مع التمارين وحلولها، طبعا تشمل كل مجالات مادة العلوم الطبيعية السنة الأولى من التعليم الثانوي. إذ نتناول أولا استعمال المادة وتحويل الطاقة، ثم تحويل المادة وتدفق الطاقة في نظام بيئي، تحسين إنتاج كتلة الحية، وحدة العضوية. إذن هذا الدورة بإمكان التلميذ أن يستفيد منها استفادة جيدة جدا، بغض النظر عن المكان والزمان، بحيث يجد نفسه مستعدا لخوض سنة دراسية ناجحة بإذن الله تعالى. أترككم مع بعض المقاطع من دروس هذه الدورة السنوية. عرفنا عظم الساعد عظمين، في نهاية العظم يوجد نسيج يسمى النسيج الغضروفي. في نهاية كل العظام يوجدها في طرف كل عظم يوجد نسيج يسمى النسيج الغضروفي. هذا النسيج هو الذي يعمل على تطاول العظم. أتمنى أن هذه الجزئية واضحة. أيضا تكلمنا، قلنا أن زيادة سمك العظم، ليس طول، زيادة سمك العظم مسؤول عنه نسيج يسمى السمحاق. لنلقاه في هذه المنطقة، في طرفي العظم، أنا في حدود العظم، مش في المركز، على جانبي المركز تاع العظم. هذا النسيج يسمى السمحاق، هو المسؤول عن زيادة سمك العظام. أتمنى أن الصورة واضحة. الخلايا على التضاعف والانقسام. نعم أعزائي التلاميذ، فنحن في العلوم كاين بزاف معلومات، احنا قاعدين نركزوا على ظاهرة النمو، على ظاهرة النمو وما يرافقها من خاصة تضاعف الخلايا، اللي هي ظاهرة انقسام الخيط المتساوي كيف تؤدي للنمو، ونركز أيضا على مصدر المادة الضرورية للنمو. أما التفاعلات الكيميائية التي ترافق ظاهرة النمو فليست مقررة علينا في السنوات القادمة إن شاء الله، وفي مستويات أخرى نتطرق إلى هذه المفاهيم. نعم، بسؤال المشكل يعبر عنه بسؤال. السؤال تاعنا لهنا، المطروح لهنا، رانا قاعدين نبحث على سبب تراجع المردود، نبحث عن سبب تراجع المردود، مش حنجاوبوا عليه من الوثيقه الاولى. الوثيقه الاولى هذه حنجاوبوا على سؤال فرعي، سؤال جزئي فقط، حنجاوبوا على السؤال ما الفرق، ما الذي يميز هذا البستان عن بقيه البساتين. هذا هو السؤال المطروح من خلال هذه الوثيقه، ما الذي يميز هذا البستان عن بقيه البساتين. مانيش راح نعرفوا مباشره سبب التراجع، من بعد نمشيو ونشوفوا كاينه ملاحظه اخرى نزيد نستغلها، وبعد نعرف سبب التراجع، لان من خلال هذا المنحنى، خلال هذه الوثيقه، ما نقدرش نمد سبب تراجع الانتاج مباشره. المورد هو الكائن المسؤول عن ادخال الطاقه الضوئيه في العالم الحي، باعتبار هو الكائن الوحيد القادر على صناعه الماده العضويه. هو الكائن الوحيد القادر على صناعة المادة العضوية، القادر على تركيب المادة العضوية، اللي هو النبات الأخضر. النبات الأخضر هو الكائن الوحيد القادر على إدخال الطاقة الضوئية في العالم الحي. ترى كيف يتم ذلك؟ إذن هذه الوحدة، تحويل المادة وتدفق الطاقة في نظام بيئي، فيه وحدة واحدة لدخول الطاقة الضوئية في العالم الحي. سوف نتعرف على بعض تفاصيل دخول الطاقة الضوئية في العالم الحي. حاب تقرأ أونلاين؟ احصل على بطاقتك واقرأ من دارك. منصة دروسكم، علم، أمان، امتياز.